كان سيستم موجود الآن، سيستم هذا الدولة العميقة موجودة، لابد أن نعي ذلك. يعني الدولة العميقة تلعب دور كبير الآن في الرجوع إلى المربع الأول. ليس بالصدفة أن نرى بعض الآن المبادرات من الداخلية، والذهاب اليوم عبير موسي أمام مقر اتحاد المسلمين، وأنا شاهدت ومضات من الأخبار التونسية كيف في الأخبار التونسية أخبار الثامنة، يعني نشاهد العلامة يوسف القرضاوي بجنب الأستاذ راسل الغنوش رئيس البرلمان، وكأنها يعني يريدون أن يقول للمشاهد التونسي نحن كنا هؤلاء الاثنين يعني ملتصقين بالإرهاب وكذا. يعني هناك الآن صراع بين الدولة العميقة وبين ما هو تغييري بعد الثورة التونسية. لابد، وضيوفك الكرام هم ينتمون إلى هذا الجيل من الثورة التونسية، ومطالبون كل الطبقة السياسية في تونس وكل الطبقة المثقفة أن تلعب وأن تتحمل مسؤولياتها للتصدي طبعا ضد الدولة العميقة.